هنعمل مع بعض محشي، محشي يكون كله صغير زي ما احنا شايفين، الكوسة صغيرة، البتنجان الأبيض صغير، جايبين طماطم تشاري تتحشى، وكمان الفلفل صغنن خالص، بحيث ان احنا نعمل مجموعة كده محشي بس يبقى شكله حلو، لأنها كريسمس مناسبة، مش محشي عادي وكبير زي ما بناكله في الأوقات العادية، عايزين نخليه شكله كده لذيذ لكريسمس. مقادير المحشي عندنا 3 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 بصلة متوسطة، 1 كوب رز، كوب طماطم مكعبات، كوب بقدونس فريش، كوب كزبرة فريش، 1/3 كوب شبت مقطع، 1 معلقة كبيرة نعناع ناشف، 1/2 معلقة صغيرة فلفل أسود، 1/2 معلقة صغيرة ملح، 2.5 كوب مرقة لحم، 500 جرام لحمة مفرومة. والخضار عندنا طبعا زي ما نحب، بتنجان، فلفل، طماطم، تشاري، وكوسة. ودلوقتي طبعا بالنسبة للمحشي مش محتاجين نقول كتير، هنخلط الخلطة كلها مع بعض، وبعد كده طبعا هنحشي الخضروات المختلفة اللي عندنا. فهحط كل المحشي، كل مقادير الخلطة حطها في بول وقلبها مع بعض، وبعد كده طبعا مش هنقعد نحشي لان طبعا ده حاجة مش محتاجة ان احنا نشوفها. هحط الرز، اللحمة، بقدونس، كزبرة، شبت، طماطم، بصل، نعناع وزيت زيتون، وطبعا ملح وفلفل. هنقلبهم مع بعض، نوزع كل المقادير كويس مع بعض، وبعد كده هناخد، طبعا هاخد دي علشان هنحشي وحدتين مع بعض. ادي 1 فلفل، 1 طماطم، طبعا الطماطم البيبي دي مش هتاخد كتير، او التشيري، ممكن نجيب طماطم عادية صغيرة برضو لو حبينا، كوسة، وهكذا. طبعا يعني حشو المحشي دي حاجة كلنا عارفين بنعملها ازاي. وبعد كده لما هنحشي الصينية كلها هنبتدي ان احنا نزود عليها شوية مرقة، علشان طبعا الرز هيحتاج شوية ستيم ومرقة كده جوه الصينية وهي جوه الفرن. هنغطيها بفويل وهندخلها الفرن.